Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Al-Firoh dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن أنا النذير المبين كما أنزلنا عدا المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم.